نعم بابا. أوس، مجد اليوم رح يبقى بالحبس. كيف؟ لا تقولها. جيب أليس وتعالوا على البيت، بدي إياكم تحكولي كل القصة اللي صارت بالتفصيل. طيب بابا. شو في أوس؟ مجد رح يضل اليوم بالحبس. يا الله على هالشغلة. وأبي عم بيقول إنه لازم نروح على البيت أنا وأليس. يا الله، وين بدي لاقيها هلا؟ يا أخي أنت طول بالك شوي، شغلة ما بدها تعصيب. لا إله إلا الله. ألو، أهلين ساندي. شو؟ كيف؟ خلص زينة اطمني، لا تاكلي هم، مجد إن شاء الله رح يطلع عن قريب. إن شاء الله، بس أنا لهلأ مو فهماني هالقصة كيف صارت. ابني موقوف وأنا مالي حاسني أعمل شي لطالعه. يعني مو معقول يكون مجود مجرم؟ طبعا مو معقول، محامي الشركة شاطر كتير وهو هلأ المسؤول عن القضية. يعني مجد هلأ رح يضل بالحبس لحتى تصحى وردة؟ أي مع الأسف، محامي عيلة وردة عم يعمل المستحيل مشان يخلي لمجد بالحبس. يا الله. كمان جايبين ناس ليشهدوا زور، وعم يقولوا انه وردة قالت لهم كذا مرة انه حياتها بخطر وانه كتير حاسة بالخوف من مجد. بجوز هذا اللي خلاهم يحبسوا. اهلين خالو. اهلين حبيبتي. مرحبا يا جماعة. شو صار معكم؟ أهلين سيد رمزي، كيفك؟ يا أهلا وسهلا، تفضل. شكرا، طمني بالله، كيف الأولاد؟ الحمد لله، بيبوسوا إيدك. يلا إذا احتجت أي شيء بس أعطيني خبر. يسلموا، شكرا لإلك. الله يفك أسرك يا ابني. شكرا، إن شاء الله سوا. واضح إنك عم تسأل حالك شو هي تهمتي، ما هيك؟ إيه، كيف عرفت؟ لأنه لساتك واقف. كل المساجين الجداد بيخافوا يتعاطوا مع أصحاب السواب، لهيك بيضلن واقفين جنب الباب منتظرين حدا يطلعن. يعني مثلي؟ مع أنه أكبر غلط يفكر السجين بالطلعة وهو بالحبس. تعرف ليش؟ ما عندي جواب. لأنه الحبس مو أنك تكون جوات الزنزانة، ولا الحرية بتعني أنك تكون نايم ببيتك. بالنهاية السجن والحرية موجودين بالقلب هون. يلا تعال لشوف، عود جنبي واحكي لي شو هي تهمتك. أليس لوين رحتي؟ شغل بالي عليك، اتصلي فيني. المشكلة انه عندي شغل هلا ولازم اقضي هالشغلة، لا تخافي علي مروة. بعد اذنك بدي اسألك عن مريضة وردة كايلر، ممكن تقليلي غرفتها وين بتكون؟ وردة كايلر، ايه بالعناية المشددة، اول اوضة على ايدك اليمين. شكرا لك. تكرم عينك. شو هالمسج؟ شو المقصود يعني؟ اخ يا ربي. ولك بنوش، بما انه فايقه ليش ما بتجي؟ امك وخطيبك رح يجننوني عن جد، والله العظيم ما قلبي منهم. سونيا شوفي،
ليش وشك أصفر هيك؟ لقيت بالتليفون رسائل ما ممكن تتخيليها. ايه ألف مبروك أختي. بس المشكلة إني ما لقيت الشيء اللي بدي إياه، لقيت شغلات تانية غريبة ومو متوقعتها. بنوش أنت عن شو عم تحكي؟ معقول هيك الله عامي على قلبه ومخليه متعلق فيني؟ عن جد أنا مالي فهمانة شي، فتت بالحيط. ليك أوس، أنا برأيي إنك تروح على البيت، ما بصير تشغل بال الأستاذ بكري أكتر من هيك. ما بقدر أروح بدون أليس. أخي نحن لازم نتصرف. كيف؟ ما بعرف، فكروا شوي. ما عليك تخبرنا بشو أنت عم تفكر؟ لو شغلناهم بغير شي بعتقد عمو بكري ينسى أليس. وشو يعني؟ كيف رح نعمل هالشي؟ مو مشكلة، قرب لنا. كيف؟ بدك تقولي شو الرسالة ولا رح ضل هيك واقفة ومسطولة؟ لك هالرسالة بتخلي الواحد مسطول عن جد. صدقيني لما قريتها حسيت لساني الربط. شو عم تعملي انت وياها؟ صلكن ساعة قاعدين ما مليتوا من الوتوتة؟ وانت وين هربتي؟ تركتوني قاعدة مع الرجال، مليت من كتر ما تصفلنا ببعضنا. يلا قومي عدي مع خطيبك شوي. يلا بانا قومي بقى. لا سوني عدي شوي، خلينا نحكي. هلا اجنوا الحكي ساعة زمان، وقومي عدي قدامه للرجال. يلا. طب امي ليش بصلتك محروقة؟ استني روحي اعملي كاسة شاي بالاول، وانت امي يلا خطيبك عم ينتظر بالصالون، قومي عدي معه، عيب مو حلوة. هاد خطيبك ستبانا، قومي انت لشوفوا اعملي له شاي. يلا بلا فزلكة وروحي اعملي شاي، ما رح ينقص من عمرك شي. طيب ليش كل شي لازم انا اشتغله؟ لك حاجة تنقي بقى حاجة. يلا على السريع. ما قلت لي مصطفى كيف سمعت باللي صار؟ لا تكون اقبال خبرتك. لا محامي الشركة خبرني. الحقيقة زعلت كتير وانزعجت. الله يفك أسره. شكرا مصطفى. السيد محمد محامي شاطر، وأنا ما عندي شك أنه رح يقدر يطلعوا منا. والله جد، بس الخوف هلأ أنهم ياخدوا بأقوال شهود الزور، وأنا بصراحة خايفة كتير ومو مطمنة. يا الله، والله مجد ما بيستاهل كل هالشي. بدي اياك تطمني كتير زينة. أنا بوعدك أنه محامي الشركة رح يعمل كل جهده حتى يطلعوا مجد. أكيد رح يطلع منه إن شاء الله. إن شاء الله. والله الواحد بهيك موقف ما بيعرف شو بده يقول، فإذا بتحتاجوا أي شيء عن جد أنا جاهز. شكرا يا مصطفى. مصطفى في مجال تجي معي شوي على المطبخ إذا بتريد؟ إيه؟ تفضلي. ساندي، ساندي افتحي، أنا سميح. ساندي شو صار معك؟ سميح هذا الحقير وصل لعندي وعرف عنواني، بعت واحد يهددني هلأ. طمنيني أزاكي شي؟ طيب كيف قدر هالكلب يدخل على البيت والباب مسكر؟ بس انت مشي دق علي دغري، بعدين قال لي انه بيشتغل بالسوبر ماركت وجاي يوصل لي اغراض. ما بعرف ليش فتحت الباب، بس قال لي انه موصي اغراض من المحل وانه جاي يوصلون. طيب قولي لي شو عمل هالكلب؟ قولي لي أزاكي شي حبيبتي؟ لا ما عمل اي شي، بس مسك شعري وصل لي خصلي. خلص اهدي شوي. اهدي حبيبتي، خلص انا جنبك. ساندي اسمعيني، انت معي اطمني. خلص سميح، خلينا نمشي من هون ونروح على مكان تاني، لاني مو حاسه انه رح يتركوني. سميح لو سمحت خلينا نطلع هلا، لانه اذا رجع رح يقتلني. ساندي تاكدي انه ابدا ما حدا رح يقدر يزعجك، انت معي ما رح يصير لك شيء، ومستحيل حدا يأذيك طول ما انت معي. ما بقى رح اتركك. انت شو جاي تساوي هلا؟ انت ليش عم تسألي؟ يعني برأيك الشي اللي ساويته مزبوط ولا ناوي تصب الزيت على النار؟ هلا وقت هالحكي هادي أقبال؟ شو شايفتيني بدون مشاعر؟ بعدين بهيك موقف لازم وقف مع الجماعة لأنه وضعهم صعب. حاجتك مصطفى، أنا بعرف كتير منيح شو هي غايتك من هالموضوع، شفتك كيف عم تتطلع بزينة. أقبال بترجاكي، بس انت بتعرف كتير منيح انه جلال رح ينزعج. وليش لحتى السيد جلال ينزعج؟
أنا بس حبيت أعرض مساعدة. يعني ما بتعرف إنك أنت آخر واحد ممكن يطلب مساعدته ولا عم تتناسى؟ يعني ما لاحظت شلون تغير لونه لما حضرتك فتت؟ مو هيك، أنا لما أجيت لهون ما فكرت بكل هاي الأمور، بعدين مشاكلي أنا وجلال كتير قديمة والوقت مو مناسب لحتى نحكي فيها. أصلاً أنت كتير غلطانة، بعدين العيب الحقيقي إنه ما أكون واقف جنبهم. بانا ليش قمتي؟ ما كان في داعي. صرتي منيحة؟ ايه منيحة، صرت احسن. ايديك عم يرجفوا. معك حق، لاني تعبانة شوي. قولي عليك يا بانا، كيف بتعملي هيك عملة؟ طمني فؤاد، صار لك شي؟ انت منيح؟ صار لك شي؟ طمني فؤاد، ان شاء الله ما يكون صار شي. احترقت رجلي. لازم تشلح البنطلون. يلا عالسريع، روح على الحمام وغسل بمي باردة. يلا انا روحي روحي جيبي له بيجامة من بيجامات ابوكي، وانت روح بسرعة على الحمام حط له مي. سونيا لمي هدول يلي بالارض عالسريع. استعجل يا ابني. بانا ليش واقفة هون؟ جيبي لخطيبك بيجامة من الخزانة يا بنت. يا بنت خلاص افلنا بقى. يا الله على هالشغلة. يلا ورجيني قوتك. ضرب. خايف مني ها؟ يلا يا عبدا يضربني. شباك اذا رجال ورجيني قوتك اوز. يلا بدي ايدك اضربني. احسان حبيبي كأنك كتير متأثر بالتمثيل وما بقى عم تميز. يعني شو هالخطة العفية يا مروة؟ كم مرة بدي اشرح لك؟ يعني هلأ اذا عملت مشكلة مع اوز منخلي ابو ينسى شغلة أليس وبصير نشغل فينا. هاي احسن طريقة لينسوها شوي، مو هيك ابني؟ عن جد مو معقول هالخطة قديشها سخيفة. لا تواخذني، بس اوس معه حق. انا الغلطان لاني عم ساعدكم. يي يعني ما لقيت غير هالخطة الغريبة. بابا قولوا لي شو بدي اقول له لحتى اخلص منه. والله يا فؤاد فوتتني بألف حياة. هذا شو اللي عم بتساوي؟ عن جد مالي فهماني شي. يلا بقى نستعجلي، الولد ناطر بالحمام وشالح بنطلونه. سونيا الوضع طلع معقد أكتر مما تخيلت. يعني فؤاد هذا أكيد رح يجنني، ما بقى عم بفهم شي. والله إذا بنوش ما فهمت معناتها ما حدا رح يفهم بنوب. سونيا كل موضوع البناية وشغلة الأسلحة كلها ياتا طلعت مركبة. بس والله يا سونيا هالرسائل شوشتني. شغلة الرسائل أبسط من هيك بكتير، يعني مو معقدة. بانا سونيا وينكن يا بنات وينكن؟ يلا جايين، طولي بالك شوي. يا الله وين أليس؟ عم دق لها وما عم ترد على تليفونها. طب دق له لأوس بابا. اتصلت، هو التاني ما عم يرد. لك شو عم يصير معهم هدول؟ يعني والله عيب عليهم، يجوا بقى. انت ما تاكل هم، هلا انا بقوم بحكي معهم وبخبرهم يجوا بسرعه. خبريهم اني كتير معصب وناطرهم هون. طيب بابا. دخنوها. عن جد لساتني مو مصدقه، هلا ابني انا بالسجن؟ الله بيعلم مع مين بيكون قاعد. لا تخافي يا زينه، مجد ما بينخاف عليه، بعدين أنا رح طلعه من هالمصيبة. ما بيحق لك تحكي جلال، ما بيحق لك أبدا، لأنه أنت سبب هالمصيبة هاي. ليش بقى؟ أنا شو ساوي؟ لو كنت مهتم فينا ما كان صار فينا هيك. شو نسيان اللي ساويته بعائلتنا ولا بتحب إني ذكرك؟ بس أنا بحياتي ما قصرت معكم بشي. خلاص ما بقى تحكي جلال، أنت المسؤول عن مصايبنا، فيا ريت إنه ما تتمسكن قدامي نهائيا. أنت خربت بيتك بإيدك، ضيعتني وضيعت ابنك، وهذا كله بسببك. بس أنا قصتي كتير معقدة، فما في داعي إزعجك فيها. أنت حكي لي قصتك وبس انزعج بقلك توقف. أنا كنت لحظة، خليني أحذر، بظن قصتك بتخص أكتر من شخص. يعني في احتمال تكون متعلقة بشي صبية، ما هيك؟ إيه بصراحة هي قصة حب بس كتير قديمة. لما يدخل الحب حياتنا منخسر مقابيله شغلات كتير، وأنا حاسس إنه قصتك مع هالبنت كلفتك شغلات كتيرة. كنا بالمدرسة
وكنا بصف الحادي عشر، وفجأة حبيتها وحبتني، حبينا بعض مثل المجانين وكنا مبسوطين. وشو اللي صار حتى افترقتوا عن بعض؟ أهلها قرروا يبعتوها تعيش برا. أنا كتير حاولت أخذ منه الرقمة بس ما قدرت. طيب هي ما حاولت تتواصل معك؟ بلا، بس أنا ما كان عندي علم بالقصة، كنت رح جن وقتها. تعذبت، لو تعرف قديش تعذبت. العشق امتحان حقيقي لصبر الإنسان على مصاعب الحياة كلها، وكل ما كانت قدرتك أكبر على فهم الحياة كل ما قدرت إنك تنجح بهالامتحان. برأيك أنا نجحت بالامتحان؟ طبعاً نجحت، لأنك قدرت تحب مرة تانية. وأنت شو عرفك بهالمعلومات؟ شو بدك هلأ بهالأسئلة؟ حكي لي يا ابني عن النار التانية يلي شعلانة بصدرك واللي وصلتك لهون، لأنه واضح إنك عايش قصة حب كبيرة ومخليتك تتعذب كل هالقد. أليس أمي مرت عمي، الوجع بسيط. أمي بابا اللي اتصل؟ شو حكى؟ عمك لما دري زعل كتير يا ابني، قال بس يخلص تصليح السيارة رح يجي دغري ويجيب معه غدا، وقال لي ما أطبخ شي. لا ما في داعي عذب حاله، طالما بابا متأخر شوي فما في داعي تضلك هون. مو أنت تحسنت؟ شو هذا اللي عم تحكي يا بنت؟ اللي بيسمعك بيقول انك عم بتقلعي لفؤاد من البيت. انا عم بقول هيك لانه اخرنا فؤاد كتير وبجوز يكون عنده شغل، مزبوط؟ كمان يمكن يكون عندك شي موعد، يعني بلا ما تتأخر. والله يا بانا خانم، اذا ما نشفوا تيابي ما رح اقدر اني اطلع من هالبيت ابدا. حبيبي فؤاد خلي ايدك هيك مرفوعة شوي. سونيا قومي معي بنتي، خلينا نعملنا شي صحن سلطة، قومي. ما بتقدري تعملي شي شغلة من دوني أمي؟ شو يا بنا خانم، ما بيكفي إنك حرقتي لي قلبي وناوية تحرقي لي رجلي كمان؟ مو حرام عليكي؟ هلا أنا حرقت لك قلبك؟ إيه مزبوط، حرقتي لي قلبي. بمناسبة هالسيرة أنا حابة أسألك سؤال فؤاد، أنت ليش كتير مصر إنك تتجوزني؟ لأنه المفروض إنه هيك يصير. جاوبني فؤاد، ليش أنا؟ شو ما في غيري؟ أوف فؤاد شو هاد؟ لو سمحت كل مرة نفس الحكي، غيرها شي مرة. هي اللي اختارتك لأنك بنت عائلة محترمة ولأنك بنت كتير حلوة، شو وين الغلط؟ بانا شوفي من على الباب. ربيعي سويت لك شاي بالأناناس، مكتوب على علبة إنه منيح كتير للأعصاب وإنه كمان بيساعد على النوم العميق، طبعا إذا كانوا صادقين. يلا شربي. شكرا كتير. صحة وهنا. سميح أنا أعصابي تلفت ليل نهار، عم حس برعب وما عم برضى روح على الشرطة على أمل إنه يتسكر الموضوع، بس خلص أنا ما بقى فيني أتحمل.
طيب انت في مجال تروقي شوي؟ خلص انا رح لاقي حل، يعني مثلا منحط جهاز انذار على الباب، او فينا كمان. سميح انا لازم امشي من هون وبسرعه، بكفي المشاكل والبلاوي اللي اجتك من تحت راسي، احسن شيء ارجع لعند اهلي وعيش معهم. كيف؟ شو هالحكي هاد؟ وانا لمين رح احضر الفطور؟ يعني انا تعودت عليكي ومبسوط معك وحاسس كانه عايش بشي فيلم، وفوق هيك كمان صرت اقفل الباب بالمفتاح وما بعرف شو كمان، يعني اذا رحت كتير رح مل وما رح لاقي حدا العب معه بطحين. وانا كمان مرتاحه. وعن جد تعودت عليك، انا لولاك كنت انتهيت. يسلم يا لوش ما احلى. اصلا كل اللي صار معنا من تحت راسك، انت دمرت لنا حياتنا يا جلال. انت عم تظلميني كتير، هالحكي ما بيصير ابدا. اهلين لين. اوس يعني انتو وينكن لهلا؟ الاوضاع هون يا اوس كتير متوترة، ولانه أليس ما ردت على التليفون بابا عصب كتير. نحنا مو قدرين. ليش وينكن؟ يا الله أليس اختفت فجأة وما منعرف وين راحت. ليش وينها؟ ساندي، ساندي ما كان قصدي، بعتذر، عفوا. طيب أنا رح حاول لهيهم، بس أنتوا لازم تجوا لهون بسرعة. طيب شو بدنا نساوي؟ أليس ما لا موجودة. لك يا أوس دبروا راسكن يا أخي، دوروا عليها مرة تانية. بابا كتير معصب ومزعوج، وعمو جلال وخالي زينة قلبوا البيت فوقاني تحتاني. ماشي لين، رح حاول لاقيها. ايه الله يوفقك يا أوس، وحاولوا ما تتأخروا. شو بدي اعمل معك يا ظافر؟ يعني معقول يا لين انك تحاسبي كل انسان اذاكي او عمل شي غلط معك؟ شو يعني ظافر بدك يعني اسكت له؟ والله لأحرق قلبه. مثل ما بدك يا لين، بس صداقتنا صعب انه تستمر اذا ما غيرتي تصرفاتك، وإذا أنت حابة ترجعي صداقتنا مثل ما كانت، في عندي شرط. شرط شو؟ أنا بدي منك اليوم تروحي لعنده على البيت. بكفي! طولوا بالكم يا جماعة، ما بصير هيك إلا ما يكون في حل. على قامتي شباك، شو الخبر اللي سمعته؟ صحيح انحرقت ايدك؟ روقي شوي بسيط. كيف بدك يعني يكون رايق وانا شايفه ايد ابني الوحيد محروقه؟ ايه وين بنطلونك؟ تقبر قلبي يا فؤاد، لتقلي انه رجلك كمان احترقت. شو عملتوا بالصبي يا صبحيه؟ بانا كانت عم بتضيفه شاي قامت. يا عيب الشوم عليكم، لك هي الشغله كبيره كثير يا احمد، لكان معقول تكب البريء على فؤاد؟ امي الله يسامحك يا شكران، شو ابريء ما ابريء كلها كاسه صغيره. ليش لساتكم واقفين يا جماعه؟ تفضلوا. إيه والله في خدي جاكيت. هاتوا عنك. سلامه قلبك بنوش، مو معقول تضلي شارده طول الوقت. شو رايك تقيمي من راسك هالافكار السوداء؟ بس يا سونيا. اوف اوف شبكي امي؟ خير شوفي. والله تاري هالشكران مو قليله بالمره، الله يعيننا على العلقه معها. العمل لو كبينا على ابنة طنجر عم تخدمه هيك. ولي حلقة متى؟ ولي حلقة متى؟ شو بتقر؟ بخرب بيتها ما بتخلص حكي. وشي بتقلي شوفي نحنا اشترينا هيك ونحنا ساوينا هيك مشان الخطبة، وانت اشتريتي لبنتك جهاز ناقص، بس انا رح كمل لها لانه مو بيناتنا. ليكي هالقماشة شوفي هالكنزة شو حلوة، جبتها من احسن محل، وليش ما عملتوا الخطبة بالصالة؟ صار عطي راسي. بالله معقول؟ ليش مو على اساس انتو كنتوا صحاب وحبايب؟ لساتنا صحبة واكثر من الاول كمان. الواحد ما فيه فش قلبه؟ بس الحق مو عليكم، الحق عني عم بيحكي معكم. والله يمكن ضايقت لالين بطلبي لهيك ما اتصلت فيني. وانت ليش حاطط الحزن بالجرن كله لانه سونيا ما اجت؟ اوعك تكون بدك تتجوزها. يا الله عن جد انت مو معقوله، يعني كان مره اصدقاء بس. ايه روح اضحك على غيري بهالحكي، شو مفكر اذا رحت على الجامعة وتعلمت رح بطل اكشفة؟ باينة حاببها ورح تجن عليها، شوف شلون ماسك التليفون وما عم تتركه. اي نعم ما عم تتركه، بس مو لحتى احكي مع سونيا، في وحدة تانية، فهمتي علي هلا؟ ريحي حالك.
شي حلو والله، على أساس مالي منتبها. روح ظافر أفندي، لك 100 واحد مثلك ما بيضحكوا علي. يلا تفضلوا يا جماعة على الأكل. يعني شو مالك شايفتي؟ ما بيكفي حرقتي له إيده. شكراً، خفي على البنت شوي، مو محرزة، الشغلة بسيطة. أخي اتركهم أم وبنتها، لا توجع رأسك فيهم، تفضل. اسألوني إلي يا جماعة، مو معقول شو قضيت من حماتي الله يرحمه. شو هالحكي يا صبحية؟ المرحومة ما كان يطلع من تمها غير الدعاء، وكانت تعاملك كأنك بنتها ولا نسيتي؟ عادي يا أخي كاظم، لا تداهي حالك بهالقصة، مو هلا صار اسمي حماية، صرت شو ما أحكي بحطوا الحق علي. عفوا، بس أنتوا عندكم علم ليش هيك مشاكل بتصير؟ لأنه الأهل بيتدخلوا بقرار أولادهم بالزواج وبيصيروا ليل نهار يزنوا فوق راسهم مشان يرضوا، ولا أنا غلطانة؟ من وين إجيتي؟ وكيف دخلتي هيك على حياتنا؟ وليش عم تساوي هيك فينا؟ ليش محكوم على كل شي حلو بحياتي إنه ينتهي؟ يعني لو ما طلعتي لي كنت وقتها رح صدق إنه لسه في شغلات حلوة بقدر أعيش من شانها، بس أنتي إجيتي وخربتي كل شي كنت بانيته. لو بتشوفي حالتك قديش صرتي مسكينة ومو قادرة تساوي شي بنو، لولا هالآلات يلي معلقة فيكي كنتي متي وخلصتينا. أنتي سرقتي مجد مني، دمرتيني، ضيعتي حالك، ومجد هلأ بالسجن. معقولة يا وردة؟ اسمها أليس، وبدون ما أعرف كيف سرقت مني قلبي، صرت حبها مثل المجنون، ولليوم استغرب كيف صار معي هيك، بس بعرف إني بموت فيها. يعني ما فكرت شو يلي خلاك تحبها لهالبنت؟ لا أبدا، لأني بعرف شو هو السبب. حلو، معناتها أقول وسمعنا. لأني ما شفت بنت بتشبهها، وما بظن إني رح شوف. حنونة كتير، لطيفة، هي بتشبه المرفق الآمن يلي بتلجأ له وقت العاصفة. روحها حلوة، واثقة بحالها، ومرحة. شو ما حكيت عنها بيكون قليل. طيب افترض انه افترقتوا عن بعض، شو رح يصير؟ مستحيل يصير هيك، انا ما بترك أليس ابدا، واذا تركتها بحس اني خسرت قطعة من روحي. شو حكينا؟ قلنا من شوي انه الحب هو امتحان حقيقي لصبر الانسان، ما هيك؟ طيب انت رضيان انك تتعذب كرمال حبك هاد؟ ايه طبعا. كمل. بس يعني تعرف احيانا بيكون الحكي اسهل من الفعل. السهل والصعب نحن يلي منحدده بايدينا يا ابني. طيب واذا كانوا ايدينا مربطين؟ معناتها وقتها لازم يكون الإنسان بيعرف منيح كيف يختار. قلي لأشوف، أنت شو بدك تختار؟ طلعوا فيني هيك؟ أنت شو رأيك سونيا؟ يعني حكي مو مزبوط؟ لا يا روحي، مزبوط عم تحكي، الزواج قرار شخصي ومهم وما بيصير حدا يتدخل فيه. سونيا، بانا، سكتوا لا تنزعوا لنا القعدة، يلا لأشوف، عدوا كلوا. بصراحة يا بابا أنا ما عم أقول هالحكي من شأني وبس، يعني الشباب كمان وضعوا ماله أحسن من وضع البنات بكثير. شو قصدك يعني ست بانا؟ اوعك تكوني قصدتيني أنا بهالحكي اللي عم تقولي. لا والله، بس يمكن اللي فيه شوكة بتنخز وخالي شكراً، ما هيك؟ أنا بقصد إنه زواجنا أنا وفؤاد ما رح يكون زواج عن حب وعشق. شو هالحكي الفاضي اللي عم بسمعه؟ شو يعني عشق وما عشق؟ أنا ما عندي بنات تعشق وتتماشق. طول بالك، ليش عصبت؟ يعني حاسة انه فؤاد ما كتير له خاطر بجوازتنا، وبجوز اهله غاصبينه. كيف؟ ايه يعني بجوز يكون في بحياتك من تانية غيري، ممكن مو هيك؟
يلا بنعمتي ضرب ضرب يلا خلاص احسان حاجة العب بقى لنا ساعتين عم نفكر وما عرفنا شو راح نساوي خلصني بقى شوف الوقت عم يمر والمشكلة عم تكبر يلا والله يا أوس ما بعرف بس بجوز ما يكون في قدامنا حل تاني طيب ماشي وين بدك اضرب على وشي مشان يصدقونا يلا رح وجعك ضرب يلا لا لا تضرب استنى خلينا نشوف حل تاني انت لا تتدخلي بيناتنا او شو لساعتك ناطر ضرب شو هاد يا مفكر حالك عم تمزح مع خطيبتك قوم ولا خليك رجال قوم يلا يا الله متأكد يلا ورجيني قوتك خلص اذا ما بدك تضرب اللي مش هندور على حدا تاني يلا طيب ماشي احسان احسان شو صار لك يمكن انكسر انفي طيب ايه ده خليني شو صار شو صار له فجأة هاد لك شو عم بصير معك؟ أه؟ شو انت جنيت؟ فعلا انت ما بتستحي نقلع غرفتك كاظم روق شوي وعود من شاني عمي طول بالك شوي طول بالك ولا تسم بدنك اخي كاظم تفضلي يا آنسة بانا قليلي انا بشو دخلت بينك وبين فؤاد اه؟ بعدين انا معقول اجبره يتجوزك؟ لو مو رايدك وبده اياكي كنت لقيت ميت بنت شكران شوفي يا بنتي خالتك شكران بتقصد يلي عم بتقوله انه دورت كتير وشافت لفؤاد اكتر من 50 بنت واختارتك انت من بيناتهم فهمتي عمو؟ طيب وفؤاد يا ترى ما عجبته ولا وحده من هالخمسين بنت؟ ولا وحده عجبتني يعني بفهم من هالحكي انك بدك تتجوزني عن حب وانه ما في بقلبك غير بنوش؟ شو فؤاد؟ انا من وين طلعتني هالقصة هلأ؟ لا تكونوا انتو سمعنيش عني طيب رح احكي انا كان عندي رفقات بنات بس انت يعني شب يا ابني واكيد رح يكون عندك رفقات شو علي؟ سألتك سؤال محدد في بقلبك شي بنت غيري؟ يا ريت تجاوبني ولك بانا نعم بابا بعتقد انه من حقي اعرف مو هو خطيبي؟ طيب لكن اسمعي شو رح اقول ما في بقلبي اي بنت غيرك وما حدا جابرني اتجوزك فهمتي؟ انت شو عم تساوي بحالك يا مجنون؟ اصحى بقى يعني حبيت؟ بس تشوف بنت قدامك مدري شو بصر لك لك انت سميح ابو شاهين سميح ابو شاهين اوعى بتنسى اسمح لي فوت ولو ساندي تفضلي خير شبك لكون زعلتك وانا مو دريانه لا ساندي من شو بدي ازعل سميح انا ما بعرف كيف بدي اقولها ماني ندمانه ولا متضايقه من الشيء اللي صار بيناتنا قبل شوي بالعكس حسيت اني ساندي بدي قلك اني مزعوج ومتضايق الشي اللي سويناه غلط وما بيجوز كيف غلط؟ قلك يا ساندي بيكون احسن اذا بتنتقلي من هون يعني مثل ما قلتي بتروحي تقعدي عند اهلك فترة بتغيري جو وهالشي بيكون افضل لك وإلي انا كتير متفاجئة من الشي اللي عم بسمعه منك يعني انا بعتذر منك ساندي بس هذا هو الحل الانسب ومنشان هيك ارجعي لعند أهلك ارجعي مثل ما بدك بكرة الصبح رح أحجز على أول طيارة بتشكرك من كل قلبي حبيبتي زينة شوفي أنا مقدر وضعك وبعرف إنك معصبة بس أنا كمان متضايق مثلك
لهيك يا ريت تطولي بالك وتهدي شوي. والله ما فيني اهدى صعب، تحملتك كتير، بس عن جد خلص يا جلال مليت. بس انا شو ذنبي حبيبتي؟ لا تقلي حبيبتي مرة تانية، حاجة تقلي شو ذنبي بعد اللي ساويته؟ ضيعت لنا حياتنا وثروتنا، وطيت راسنا وصرت تشتغل اجير عند الناس ولساتك بتسألني؟ زينة هاد مو موضوعنا هلأ بنوب. لا هذا هو موضوعنا بالتحديد، أنا مو قدرانة أتحمل فكرة إنه جوزي يشتغل إجير عند مصطفى. دقيقة كأنكن عم تحكوا عني؟ عم أقول لو تأجلوا الموضوع هلأ بيكون أحسن. لا يا صهري، أنا بدي إياهن يكملوا كلامهم، لأنه ما بحب حدا يحكي علي بغيابي. معك حق مصطفى بيك، اللي عنده شي خليه يقوله وهلأ قدام الكل. خليهم يروحوا يتخانقوا ببيتهم. ما بيصير هالحكي. شوفوا لو اوضح لكم شغله، انا شغلت جلال عندي مشان ساعده ووقف جنبه لانه كان عنده ازمه، لهيك خبيت القصه عنكم. شكرا كثير على اللي ساويته يا مصطفى، بس الحق من الاول على جوزي. ايه طبعا دائما بيكون الحق علي انا. مصطفى يا ريتك تروح هلا بيكون احسن. لا اذا شايفين انه في حدا لازم يروح فهو انا. زينة لو سمحتي خلينا نحكي. بعد عني. ليش فتحتوا هالسيرة هلا؟ الوقت مانو مناسب. معك حق، مجد عالآن بالسجن ونحن عم نتخانق على قصص فاضية. طيب يا جماعة اسمحوا لي بستأذن. جلال مثل ما قلت لك أي شي بتحتاجه أنا جاهز. شكرا مصطفى. وردة جاوبيني، ليش رجعتي مرة تانية؟ شو بدك مني ومن مجد؟ فهميني انت يا وردة، تعبتيني كتير وجرحتيني، بس ما رح تنفدي بسهولة من بين ايدي، لازم تتحاسبي وأنا رح دفعك تمن هالشي اللي سويتي فيني يا وردة. مين أنتي؟ وشو عم تساوي عندها؟ ولا شي، أنا رفيقتها وكنت كتير خايفة عليها وحبيت اطمن بس. لو سمحتي اطلعي، لأنه مو مسموح لحدا يفوت على غرفة العناية المشددة غير أهله للمريض، وهالشي بمواعيد محددة وبإذن الدكتور طبعاً. مثل ما خبرتك فجأة عرفت اني اب وبوقت مو مناسب. وانت اكيد رح تقلي هلأ يا ريتني ما عرفت هذا الشيء. صحيح، خاصة اني مو قدران اتأكد، لاني قلتلك شو يلي صار بهداك اليوم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الناس بسموا يلي صار مع قدر، والقدر بيكون مكافأة أو عقاب. قدر مبين وواضح، بعرف أنه هذا عقاب، لأنه قبل شهر كانت حياتي تمام وهلأ شوفني وين صفيت. لو أننا نستطيع أن نغمض أعيننا وننظر في داخلنا، عندها قد ندرك السر الذي خلقنا من أجله ونفهم من نحن. عفواً، بس أنا ما فهمت شي من اللي قلته. يا ابني ما في شي بيصير إلا وإله سبب وإله نتيجة، والإنسان ما بيقدر يعرف لأنه هذا الشي مخبى وما بيكتشفه غير الزمن. شو بيعرفك؟ يمكن الحياة بدها منك تساوي شي. مني أنا؟ بالمختصر المفيد، شوف صعب كتير إنك تقدر تعيش وفي هيك حملة تقيل على كتافك، لهيك أول شي دور على ابنك. يا الله، أنا كيف بساوي هيك؟ كيف تجرأت؟ أوف، أنا ما عم صدق العمى كيف طوعني قلبي.
شو كان صار فيني لو كنت قتلتها؟ أليس؟ خير شوفي شو عم تساوي هون؟ وينك؟ انشغل بالنا عليكي، اتصلت فيكي أكثر من مرة وبعثت لك رسائل وما عم تردي. بابا عم يستنانا بالبيت، لازم نروح لعنده بسرعة. مو حابة روح هلأ، بلكي المساء بس ارتاح برجع. من الصبح والدكتور بكري عم يدق لك. ليش؟ مشان نروح على المخفر، لأنه الشرطة بدها تاخذ أقوالنا. إحسان شو صاير بوشك؟ قصة طويلة، بنحكي لك ياها بعدين، لأنه لازم نشوف شي دكتور مشان إحسان، أنت استنينا هون ماشي؟ بستناكم برا لأنه مو قدراني أوقف، حاسة حالي رح اختنق، ناطرتكم برا. طيب مثل ما بدك، بس لا تروحي على محل. طيب أوس أنا برا عم بستناكم، خلصوا واطلعوا أنا ناطرتكم. يلا. امشي إحسان امشي. خد هالزرف وخليه معه، وإذا صار أي شي بتاخده وتعطيه لأليس. مثل ما بدك يا خالة. بس هلأ لا تعمل شي لحتى أنا أقول لك. يا وردة تعبتيني كتير وجرحتيني، بس ما رح تنفدي بسهولة من بين إيدي، لازم تتحاسبي، وأنا رح دفعك تمن هالشي اللي سويتي فيني يا وردة. مين أنتي وشو عم تساوي عندها؟ يعني أنا صرت مجرمة؟ لا، مفروض أني ما أفكر بهالموضوع. معقول صرت مجرمة؟ مو أنا، مو أنا، هاي مو أنا، أكيد مو أنا، أنا ما بعمل هيك شي، أنا مستحيل أعملها، مستحيل. آسف على الإزعاج، بس لازم أحكي معك. عم أحكي معك بخصوص بنتكن وردة. بعرف جرحكن كبير، بس في موضوع لازم أخذ رأيكم فيه بخصوص ظرف فيه مجموعة أوراق. بنتكن عطتني ظرف منشان أعطيه لوحدة. بصراحة أنا بقيت متردد فترة بخصوص هالطلب. طيب بنتظر خبر من حضرتك. الله معك يا خانو. قلتك الحكاية اللي حكولنا ياها الأولاد بتتصدق؟ مو شايفة إنه في شي غريب بهاي القصة؟ صحيح، في شي غريب بالقصة اللي حكوها، وحاسة إنه في شغلات كتير ما منعرفها. والله مزبوط. شو رأيك تناديلون؟ وأنا رح حاكي المحامي وشوف شو صار معه. طيب حبيبي. وبعد ما أخذوني حولوني على المدعي العام، وبعد يومين طلع حكم ببراءتي. صباح الخير يا ابني. صباح النور. كيف كانت هالليلة معك؟ والله ما بعرف، يعني بظن مثل أي ليلة. بيقولوا إنه أصعب شيء بالسجن هي أول ليلة وآخر ليلة، مو هيك يا حضرة الضابط؟ على فكرة حكيت بنومك. عم تحكي عن جد؟ طيب شو قلت؟ يعني شغلة مثل دينيس، أليس. وبصراحة يا ابني هون الواحد بيهزي باسم الناس اللي بيحبهم أو الناس اللي بيكرههم. طيب الواحد ليش بيحلم بهدول الناس؟ لأنه هذا الكون بيعطينا إشارات لينبهنا للشغلات يلي من واجبنا أنه نساويها. كيف يعني إشارات؟ يمكن تكون أحلام أو حتى أحلام يقظة. فكرت شي مرة أنك تفسر يلي عم تشوفه بنومك؟ ابني لما يحس الإنسان أنه مقيد بيصير عقله وقلبه يشتغلوا بطريقة عميقة، ومشان هيك أحلامه بتكون إشارات قوية لشي. هات لشوف بقى شو شفت بمنامك. كنت واقف على جبل بركاني كتير كبير، ولما حاولت انزل تزحلقت وقعت. بعدين وبالزور تمسكت بالصخور، بعدين ارتخت أعصابي وكنت رح أوقع بقلب البركان. فجأة أليس طلعت قدامي، قربت مني ومسكت لي إيدي بسرعة، مسكتني وضلت تسحبني لفوق لحتى وصلتني على القمة.
لا أليس، ما لازم توقفي معه لأنه ما بيستاهل. أنا مو لازم أرجع له أبداً أبداً. أليس خير شبكي؟ وأنتي شو بيهمك بهالشي؟ أنتي شو عم تقولي؟ مبين عليكي تعبانة وطبيعي إني اطمن عليكي. ماشي، بكري طلب مني اندهلك مشان تنزلي. آسفة، بعتذر منك. ست إقبال، فيني افهم هلأ شو سر هالتصرف؟ ما فهمت عليك. حضرتك حاولتي تبعديني عنك وعن عيلتك من أول ما إجيت، شو اللي صار؟ شو اللي تغير؟ أنا مقدرة حالتك وبعرف إنه أعصابك تلفاني، بس ياريت إنك تهدي وتروقي وتلزمي حدودك. لا تغيري الموضوع، سألتك سؤال بدي جواب عليه. علاء خير إن شاء الله؟ شو صاير؟ شبك صحيتني قبل الشحادة وبنتها؟ قبل ما جاوب قلي شو صاير لك؟ كنت عم جرب شغلي بس ما زبطت معي. طيب هات احكي لي. تركك مني هلأ، أنت ليش اتصلت فيني؟ إحسان، بدي أسألك سؤال صغير ماشي؟ بس جوابك بالنسبة لي كتير مهم، وشو ما كان جوابك قلي. موافق؟ طيب سميح احكي بقى، لا تخوفني. شو في؟ ايه ما هذا هو السؤال اللي بدي اسأله. شو عم بصير لي؟ انصحني احسان، ما عم بقدر اطلع من هالمتاهة. لا يا سميح يا كبير، لا، شو عاملة فيك البنت؟ بيكون أفضل إليك وإلي. أنا كتير متفاجئة من الشي اللي عم بسمعه منك، يعني أنا بعتذر منك ساندي، بس هذا هو الحل الأنسب، ومن شان هيك ارجعي لعند أهلك. ارجعي مثل ما بدك سميح، رح أمشي. لا غير ماما، شو عم تعملي؟ عم جهز بأجل خطبة حبيبتي، كل غرض بدي اياه يكون له بإجابة بمكانه، ومثل العادة رح زينهم بالقماش الأزرق. يعني والله عم تتعبي حالك على الفاضي، غير فيهم بورق هدايا وخلصنا. لا هيك معي ما بيمشي الحال. بعدين ما بيكفي مبارح انك خبصتي قدامهم؟ روحي، انا زعلانة منك. يا أمي شو قلكن لحتى تصدقوا انه هذا الولد ما بده يتجوزني؟ ايه أمي ايه مزبوط فؤاد هيك. تعي ساعديني احسن من هالحكي الفاضي اللي عم تحكيه. اوف، حاجة تتقفقفي يا بنت، قومي لا تعدي فوقهم هيك. لشو كل هالشغل هذا اللي انا عم بشتغله؟ مو كله مشان ترتاحي لما تصيري ببيت شكران؟ لانه وقتها ما رح يكون عندك وقت لتعملي شي. دخيلك يا ربي، انا من وين بدي دبر مصاري للجهاز هلا؟ مثل ما دبرتي قبل بتدبري لهدول كمان، ما في خوف عليكي. لا والله ماني مجبورة اطلب من فؤاد ليرة زيادة مرة تانية. شو قلتي صبحية؟ بدك جواب مني ما هيك؟ طيب أنا لهلأ ماني قبلانتك، وإذا بكري بيقلي أليس بكرة ماشي ما رح أسأل عنك بنوب، بس كل ما هنالك إني عم ساير جوزي مشان حياتنا تستمر مو أكتر. أظن إنك أخدتي الجواب ما هيك؟ هلأ إجا دوري لأسألك، ورغم إني متوقع إنك ما تعرفي تجاوبي، بس رح أسألك. مين أنت؟ مين هي أمك؟ وليش تركتك عندي؟ صبحية انت بدك تجننيني؟ لك شو صاير لعقلك؟ معقول تاخدي مصاري الجهاز من العريس؟ اه؟ شو هالعملة هي؟ كازيم يا فضيحتي، والله تبهدلت. ليش لا تزغريني قدام صهري يا مرة؟ هيك بتقلل قيمتي قدامه؟ شوفي سألي امك حبيبتي، حضرتها اخدة مصاري الجهاز من فؤاد. وانتي بتعرفي ابوكي ما بيهون عليه. عن جد؟ ايه عن جد. شو بدك يعني اعمل؟ حدا طلب منك تساوي هيك؟ لك عملتينا شحادين قدامهم، انتي سودتي وشنا. هلأ بابا صحي امي غلطت، بس يعني ما فيك كمان تحط كل الحق عليها.
انت شو قصدك بهالحكي؟ ايه لما حددتوا يوم الخطبة شكرا خانم صرعت راسنا الا بدنا نتسوق مشان الخطبة. هذا مو عذر، ليش ما خبرتني؟ انا رجل كرسي بهالبيت. بابا شو رأيك نأجل الخطبة لبين ما تتحسن امورنا شوي؟ خرسي، اصلا هذا اللي بدك اياه، بدك حجة لتخلصي من فؤاد واهله حتى جلطوني العمى بقلبكم. بابا بابا بنوش معها حق، خلينا نأجل الخطبة وأنا برجع بساعدكم من راتبي، وبس تفرج أمورك شوي منرجع منعملها أحسن ما تتدين. ليك أوس، في مجال تجي معي شوي تشوف لي الكمبيوتر لأنه كتير عم يعلق معي؟ خلاص اعملي له إعادة إقلاع بيمشي الحال. طيب خلاص هلأ بيجي. متضايق مشان مجد ما هيك؟ كيف بدك ياني ما اتضايق؟ شو عجبتك قعدته بالحبس؟ لا والأنكى من هيك انه ما بنعرف امتى بيطلع. والله انا عم فكر طول الليل. كله صار بسبب وردة وعيلتها. عن جد كتير تخنوها، لو ما عطوا هديك الإفادة الكاذبة ما كان مجد هلأ بالحبس. طول بالك أوس، عمو جلال وبابا وكلوا له أحسن محامين بالبلد، حتى خالي وعد انه يهتم بقصة مجد. هذا كله حكي، مجد لساته بالحبس، مين حاسس فيه وبعذابه هنيك؟ وبتعرفي شو يا لين؟ بس لو وردة وقعت وقت ما وصلت أليس كانت قالت إنه اللي صار حادث، وقتها أكيد كانوا أفرجوا عن مجد. وليش ما بتقلها تقول هيك؟ تعطي إفادة كاذبة يعني؟ بالنهاية هي بتعرف إنه مجد ما إله علاقة بالحادث، يعني ما رح تكون شهادة زور. أوف يا والله ما بعرف يا لين. طول بالك أوس، بعدين هي الوسيلة الوحيدة اللي بتطلع مجد من الحبس. ايه ما رح تتأجل الخطبة وما رح أخذ منك ولا قرش، ومعاشك رح نصمده مشان تكمل دراستك أو مشان نشتري لك جهاز. خلصنا. بس يا بابا أنا رح دبر المصاري، وإذا بعرف يا صبحي إنك أخذت مصاري من فؤاد والله لأدبح. كيف رح تدبرهم بابا؟ صح بابا، شوفت عينك كيف وضعنا. هذا مو شغلكم، رح أشتغل أكتر، وإذا اضطريت دور على غيره. ما أنت أصلاً عم تشتغل 12 ساعة باليوم، شو يعني ناوي تضلك بلا نوم؟ والله بخاف عليك يا كاظم تقوم تمرق. اطمني ما رح يصير لي شيء. اسمعيني صبحية، من بكرة الصبح نحن لازم نرجع له المصاري، فهمانين؟ بس يا لين كيف ما حسبناها بيضل اسمها شهادة زور. قلي لي انت شو رأيك؟ هلأ مو مجد قال انه هو ما دفش وردة وانه هي وقعت لحالها؟ هيك قال. وانت مصدق كلامه؟ طبعا. معناتها لازم الكل يصدق هالموضوع، والطريقة الوحيدة انه تقول أليس انا شفت كل شيء. يلا بقى تعال شف لي هالكمبيوتر، في ايميلات لازم ابعتها. طيب ماشي. لين اذا أليس حكت هيك وقالت انه مجد ما دفش ممكن يطلعوه؟ بس ما بتخيل أليس تعطيها الإفادة. إذا ما عملت هيك معناتها ما بتحبه. هي بتعشقه. إيه، وشو لازم يعمل الواحد مشان حبيبه؟ بعدين هذا هو الوقت المناسب لتثبت له قديش هي بتحبه لمجد. أوس ما خبرتك أمك تنزل لتحت؟ خير شو في؟ بدي تتصل بمروة وتقلها تجي، خلينا نقعد نحكي بتفاصيل الشي اللي صار، لأنه أصغر معلومة هلأ إلها أهمية كبيرة. طيب هلأ بتصل فيها. دق لها دغري. والكمبيوتر يا أوس، ما بدك تشوف لي ليش عم يعلق؟ بس لا احكي مع مروة هلا برجع لك. ومعنات حديثك انه ساندي غيرتني، فيك توضح لي اكتر؟ شايف البنت الحلوة؟ ايه ما بتعجبك هيك بنات؟ احسان لا تكون شايفني كتير رايق لهذا الحكي. بس هذا اللي بقصده. سميح لو ما تغيرت كنت فزيت ورحت طبقتها ويمكن أخذتها معك. لا يا والله يا أخي، من وقت ما دخلت هاي البنت بحياتك وتغير وضعك، يعني كيف بدي أشرح لك؟ يعني حتى لين ليش بها لين؟ مو بلاحظ حالك قديشك بتغير؟ وين راح اللي بحب المقالب والمشاكل؟ صاير مثل الولد صغير يعني. شو هالحكي الفاضي إحسان؟ يعني اللي بيسمعك هلأ بيقول إنك عم تحكي عن غير حدا. والله أنت طلبت أحكي بصراحة وأنا حكيت لك الصراحة. أعطيني واحد شاي إحسان. أنت مو
حاسس على حالك انك زودتها شوي. طيب شو تفسيرك للمساعدة اللي قدمتها لمجد ووردة؟ سميح القديم ما بيعمل هيك شيء. هدول موضوع مختلف تماما. والله كلهم مثل بعض، دور على السبب. حكيت لك بصراحة، وصديقك هو اللي ببكيك واللي بيضحكك. انت كثير متغير. امي ما بدها يعني، ومن شان واحد تركتني، قالت لي ما بدي توقفي بطريقي. يعني اذا ما بدها يعني ليش جابتني؟ مشان عيش وحيدة وفوت على حياة عيلة وخربها؟ شو عم يصير هون؟ ليش اصواتكم طالعة؟ ست اقبال سألتني سؤال وانا كنت عم جاوب عليه، عم حاول لاقي جواب للسؤال يلي ما عم بعرف شو هو جوابه. دكتور، امي ليش تركتني عندك؟ ليش؟ قلي امي ليش تركتني عندك؟ بس انتبه، صحيح الحلم هو دليل الإنسان بس ممكن يضيعه. لهيك حاول إنك تعرف المعنى المخبي جواتك، بس انت لا تقعد تفكر ليل نهار ولا تبالغ بتفسيره. طيب كيف الواحد بده يعرف شو تفسيره؟ شو الموضوع يلي شغلك هلأ؟ امبارح سألت حالي لو أليس بتعرض بمرض أمه ما كانت الأمور تغيرت شوي؟ طيب وقدرت تعرف شو الأفضل؟ يا ابني دايما العاشق مكتوب عليه التعب، لأنه على طول بيضل خايف وبيحمل حاله مسؤولية أكبر تجاه الشخص اللي بيحبه. طيب برأيك شو حتكون آخرته؟ أليس أكيد بالنهاية رح تعرف الحقيقة بخصوص أمه. اللي قصدت أقوله أنه الخوف والألم أحلى مراحل الحب، ودايما الحب الكبير هو اللي بيعلم وبيأثر بصاحبه وبيخليه يميز منيح الصح من الغلط. شكرا. بتحب أحكي لك حكاية مشان تنسى همومك وتريحك شوي؟ هذا يا سيدي بيوم من الأيام. سيد رمزي، بدي أخذ رأيك بشغلي. أي تفضل. في واحد من قرايبنا شايف حلم وجيت لأحكي لك لتفسر لي إياه. بنتي، بعرف إنه هاي الأيام صعبة، بس ما لازم تخلي الأحداث تتلف لك أعصابك وتوترك. مشان هيك ارتاحي هلأ ونحكي بعدين، ماشي؟ ليش ما بدك تجاوبني على سؤالي؟ لأنه الوقت ما أنه مناسب لنحكي. هلأ عنا مشكلة كبيرة ولازم نحلها بسرعة. يلا أقبال، وأنا بدي إياك تروقي هلأ وتلحقينا، ماشي؟ بانا هاي الشغلة طلعت من إيدنا. بعدين مانك شايفة وضع أبوكي؟ يا حرام قديش مهموم، رح يشتغل ليل نهار مشان الخطبة تبعكم. معنات حكيك انه طلع الحق علي هلأ؟ بالفعل انك انانية وما بتفكري غير بحالك. اطلعي على وضعي انا، مو شايفة اهلك كيف عم يضغطوا علي وما عم يطلع بايدي اني اعمل شي؟ شايفين هالعرسان ومو مصدقين كيف بدهم يخلصوا منا ويجوزونا. وشو ساوي لك يعني؟ حلي مشكلتك لحالك، انا ما رح افسخ الخطبة. بكرة فؤاد لحاله رح يفسخ الخطبة. وليش واثقة من هالموضوع؟ في شي دليل ضده بالتليفون؟ فؤاد بحاجة لشوية جرأة بس مشان يتركني، وأنا رح أخليه يتشجع ويتخذ هالقرار. بانا قليلي شو بدك تعملي وبلا لف ودوران، ماشي؟ ها؟ اقري المكتوب. مشي الحال، صلحته. يسلموا ايديك أوس، جنني وما اشتغل. تبهي لا بقى تحملي شي من النت بدون ما تعرفي، لأنه ممكن يكون فيروس. البريد الصادر ظافر أوسكان. يي يعني هذا الإيميل لظافر؟ ايه ممكن تبعد لي هلأ؟ ايه صحيح على نياته هالشاب، بس والله أنا بحبه كتير. عنياته قال؟ ايه والله أنت اللي على نياتك يا أخي. بس أنا حاسس انك عم تتقربي منه كتير هالايام. سكوت اوس، شلون بدك يعني اتقرب من واحد مثله؟ يسلموا ايديك مشان الكمبيوتر. هلا اذا بتسمح لي بدي ابعت ايميل لظافر. ما لمين ما كان يكون اوس، انت شو دخلك هلا؟ ايه طيب خلص انا رايح. لحظه اوس، لا تنسى شو حكينا، حاول تقنع اليس
لأن شهادتها رح تفيده لمجد. شو بدي اكتب؟ أنا ما عم بفهم ليش كلمتي ما عم تنسمع بهذا البيت؟ ناديت على الأولاد لحتى ينزلوا ولهلأ ما حدا منهم شرف لهون. طيب حبيبي بكري أنت لا تعصب، هلأ بيجوا. ولا يهمك، أنت لا تعكر دمك، أنا هلأ بنادي لهم. ها هاي أوس، ليكو نزل. وينك لهلأ؟ أنا آسف بابا بس كنت عم صلح الكمبيوتر. لا أيوة نعم، كيف؟ إمتى؟ ليش لا يعمل هيك شيء؟ إيه طيب خلاص أنا رح أهتم بالموضوع، شكراً لك، يعطيك العافية. شو مين اللي اتصل؟ هذا المحامي جلال، حاول إنه يغير المحامي لأنه ما بده محامي مصطفى يدافع عن ابنه. لا إله إلا الله، شو اللي عم يعمله هذا جلال؟ معقول يلاقي أحسن من محامي الشركة يدافعوا عن ابنه؟ رايح مشوار وما بتأخر، ما حدا منكم يطلع لأرجع. وبلكي هدول إدامة؟ طلعي على تاريخها، لسه ما بعتين مبارح ومو رسالة واحدة. هاد بيعني إنه هو؟ أي حبيبتي، فؤاد عنده حبيبة تانية ويا ستي بيحبوا بعض من زمان كتير. كملي الرسالة. شي يوم رح منفيق أنا وإنتي سوا، وحبنا لبعض رح يتغلب على كل شي وينتصر على كل المصاعب. بريلي وراها. بدونك أنا ما عم بقدر أتنفس، لو بموت وبتطلع روحي أحسن من إنك تتركيني. هاتي. إنتي هي حبيبة عمري وقدري، بحبك وبموت فيكي. عن جد ما بقى عم افهم شي من المكتوب. بالله لهيك انت طول السهرة كنتي عم تقولي قدامن شغلات غريبة؟ هاي خالي لطيفة. لا تروحي سوني، الله يخليكي، انا اليوم كتير بحاجتك. ما بيصير بانا، لازم روحوا بسرعة. طيب هلأ شو رأيك تجي معي؟ ايه طيب، ومن هنيك بروح عالجامعة. يلا. شو عديل؟ شو رأيك نروح نوصلي هدية اليوم؟ لأنه أنت فاطل بهدايا العثر تبع البنات. سمير؟ اللي لشوف؟ لا تكون عم تحكي شو عم يصير بيني وبين بانا. والله لقيت بحك إذا عرفت أنك حكيت شي. لا يوم ما بيصير، يعني أنا مستحيل أحتي. ابن عمت عم بيقول عنت صايف حالات، بس أنا دفعت عنت وحياتات. شو وصل الهدية؟ هلا مو وقت الحكي. صحي، تعرف شغلة؟ أنا عندي لك هدية جبتها وما عجبتني، برجع بجيب غيرها. إذا بدك بعطيك إياها بسعر كتير مناسب. شو عم تحكي؟ تقبل قلبي عديل. تكرم عينك ولو، رح أقوم جيب لك إياها من السيارة، دقيقة وراجع. والله معك حق، حاسس إنه في شي غريب عم بيصير معي. عن جد شكراً إحسان، أنت صديق ما في منك، والصديق المنيح هيك بيكون. ايه ولو يا سميح، واجبنا. لا لا لو سمحت، ما في داعي للتواضع، يعني لولاك ما كنت رح اقدر اشوف الحقيقه. إيه لسه ما شفت شيء، انت بشي معي كم يوم وما بتندم. اكيد ما بندم، مبين ان اللي صار بانفك صلح لك فيوزاتك. لوين رايح؟ كيف يعني لوين؟ لك انا رجعت على الساحه، قوم في بنات لحتى نطبقهم. وساندي وينها؟ ساندي رايحه اليوم. لوين؟ على ازمير، راجعه لعند اهلها. وسمحت لها تروح انت؟ وشو فرقة معي؟ يا سميح يا أخي، حدا بيترك بنت مثل ساندي؟ زعلتني والله. ظافر عالنت،
هلا شو بدي ساوي؟ اوف، هلا ما رح يكتب لي شي، هيك بهدلت حالي بهالعمله. جاوب بسرعه. شو سونيا خانم، انت مو ملاحظه انك عم تهملي بشغلك هالايام؟ والله حقك علي خالتي لطيفه، بس رح خليكي ترضي علي لاني رح اعمل لك اليوم كل الاكلات اللي بتحبيهم. طيب ماشي. وشو قلت هالحظ هي؟ وكمان ظافر صار لي يومين ما شفته. وشو دخلك بظافر انت كمان؟ طولي بالك، مو من شان شي خالتي لطيفه. ليكي شو بدي اقول لك سونيا، قولي لاختك هي اللي ما عندها لا شغله ولا عمله تقشر لي شويه فواكه. انا سمعانتك خالي لطيفه. انا سمعانتك خالي لطيفه. ماشي الحال. قال عم تسأل عنه تقول رفيقة. ما شاء الله. لا تحلمي يا سونيا، لا تتأملي في بنوب. شوفي مروة، وردة لساته بخطر وممكن إنها ما تعيش، ومجد لساته بالحبس، وكل المحاولات لهلأ ما نفعت، معناها لازم نجرب طريقة تانية. يعني نزور الشهادة؟ حتى لو ما شفناه بعيننا نحن لازم نصدق كل شي بيقوله مجد. يعني في شي مرة مجد كذب علينا؟ ولا مرة. ايه طيب. ما بعرف والله يا أوس، بس الموقف مو سهل. هاي الشغلة ما لها حل تاني يا مروة. انت معك حق، لو أليس قالت انه مجد ما له ذنب يمكن نقدر نطالعه من الحبس. بعرف انه مو من المفروض نعمل هيك شي نحنا، بس ما في حل تاني، مجد بأي وسيلة لازم يطلع من الحبس. طيب خلينا نقوم هلأ نحكي مع أليس، بلكي منقدر نقنعه. ان شاء الله ترد علينا. لك مو انت اللي قلت لي قبل شوي انه اصحى على حالي، وقلت لي كمان اني تغيرت كتير عن قبل؟ ايه مزبوط. طيب يا غبي ليش بتضل عم تسأل عن ساندي وبتضل بتدخلها بكل موضوع؟ يا سبيح اهدى شوي بقى، انت يا بطخة يا بتكسر مخها. يا اخي فهمني، قلت لك طبي عمل شي علاقة، يا اخي عمل اي شي بدك يا، بس مو تروح تترك بنت قمر مثل ساندي. ولك انا الغبي اللي سألتك، كان عقلي مشوش شوي بس هلأ صار بنوب. سميح اللي بعرفه ما بيترك بنت مثل هاي بدون ما يوفرها. انت عندك شخصية، اصحى بقى. ما هيك؟ طبعا. ايه اذا هيك لازم روح فورا وامنعها انها تسافر. معك حق. ليش واقف؟ يلا روح. طيب رايح. سميح خليك قوي. رجل حديدي. بتروحي هلا وبتاخدي تاكسي ولا تفكري بشي، وهيك بتوصلي على المطار. انا بظن انه معك حق، انا تجاوزت حدودي بموضوع سميح. ما كان بدي اكسر بخاطرك، ما بنكر اني كمان اتضايقت بس انتي اعترفتي بخطئك، وهذا الشي فرحني كتير. انت على طول بتعرف الشي الاحسن مو هيك سيد فهمان؟ مو بايدي. صدقها. أنا بصراحة مزعوجة لأنه ما عم ندرس سوا، وكنت بتمنى تكون هون اليوم لحتى ندرس، وأنا بتمنى لأني كمان اشتقت لأيام الدراسة معك لين. والله فرحتني. طيب إذا هيك أنا بقترح أنه نستمر بالدروس، شو رأيك؟ أنا موافق بس بشرط. بس لازم نترك التكبر على جنب ونتعلم كيف تكون نفوسنا متواضعة أكتر. الدرس الأول المراتب السبعة للنفس. أوف. شو هاد يا بلشنا من هلأ؟ والله اشتقت إني اتناقر معك. وأنا هي بزر بطيخ مبسمر. لك وين بدك تلاقي ألماس بهذا السعر؟ معقول أنت؟ يسعد ربك يا عديل. بس لا تفرجي هذا الطوق لمحلات الذهب، فهمان شو عم قول سمير؟
ليث اوف منك يا انت، ليش الفهم كل هالقد عندك بطيء؟ شو عم قلك؟ لا تفرجي الطول لحدا ولا تناقشني. خلص خلص فؤاد، فهمت، لا تعصب. طب عم قول يعني لازم اخده بسرعه مو هيك؟ لا لا طول بالك بلا ما تستعجل. بس انا كتير مستعجل. بدك تستنى كمان شوي يا حلو. انت السلاح الوحيد اللي بايدي اتجاه سونيا، اصبر شوي بس لبين ما اخذ المعلومات منها منشوف موضوعك. كيف يعني؟ شوفت عينك ولا دليل مو متعلق بالتاني؟ وهيك يا ستي بين معنا من وين لازم نبدأ بالشغل. آخر دليل هو أهم شيء، رح نبدأ من عنده. يا حرام، هي أكيد شكران الشيطانة ما رضي تتجوزوا ياها. أي وافترضي هيك شو منعمل؟ نحكي مع البنت. شو عم تقولي؟ شو بدنا نقول للبنت؟ رح نحرضها، بدنا سهل الأمور بينها وبين فؤاد، نخليها تقنعه يهربوا سوا، وإذا طلع بإيدي رح أجوزهم بإيدي وأخلص منه. كل هدول بتساويهم بتليفون واحد؟ برافو. حابدأ تنفيذ الخطة. كيف؟ مو بيقولوا طريق الألف ميل ببلش بخطوة؟ أي ولوين بيوصل؟ لحظة، أول شي رح أدور على رقم موبايلها. ها، وخلينا نخفي رقمنا هيك أضمننا، هيك أحسن. مو موافقة على تصرفك؟ إن شاء الله هلأ أحسن. والله يا مروة أعصابي تعبانة، ما عم اتحمل شيء أبدا، ما عم أعرف شو بدي ساوي. لازم تكوني قوية بهالوقت أليس، مجد هلأ كتير بحاجتك ونحن جنبك، لازم نعمل كل شيء منقدر عليه. بصراحة في موضوع بدنا نحكي معك بس كتير مهم. ما كان بدك تحكي لي حكاية؟ صحيح، وين كنا؟ منبلش بكان يا مكان، بسالف العصر والزمان لحتى كان. كان في ملك وحيد ما بيحني رقبته لحدا إلا لرب العرش. بيوم من الأيام مل الملك من الوحدة، فتح إيديه وصار يدعي لربه. ايه شو قال؟ قال يا ربي خلصني بقى من هالوحدة وبعت لي شي صبية تونسني. طيب ودعاءه انقبل؟ انقبل، وربنا استجاب لدعائه بس بعت له بدل الصبية تنتين. والبنتين هدول أول ما شافوا الملك دغري عشقوه. والملك شو صار معه؟ عشقهم كمان؟ والملك عشقهم هنن التنتين. يعني معقول حدا بيحب تنتين بنفس الوقت؟ ايه بتصير، القلب أحيانا من كتر ماله كبير بيحب تنتين. ايه شو كنا عم نقول؟ صحيح الملك عشق التنتين، بس خاف انه لما يختار واحدة منهن تقوم التانية لما تشوفه فضل الاولانية عليها ينكسر قلبه وتعمل بحالة شي وتنتحر. لهيك خاف انه يختار واحدة منهن ويختلف فيها وبنفس الوقت وحدته كل ماله عم تزيد. والملك ضل على هذا الوضع وما اختار ولا واحدة بيناته؟ شوي شوي لا تكون بصلتك محروقة، رح احكي لك استنى علي. ايه شو كنت عم قول؟ اخر شي بعد ما يأس الملك قرر انه ياخد رأي المستشارين بالقصر. طلع قدام المستشارين وقال لهم يا مستشارين قلوا لي، معقول القلب يعشق تنتين؟ رن. الو مرحبا، لو سمحتي انا مع مين عم بحكي؟ انا لانه تليفون حضرتك مسجل بالبنك عنا. ايه اهلين، انا اتصلت من شان خدمة الضمان الجديدة اللي بالبنك عنا. يا الله شو هالحظ تعطى الكمبيوتر، ممكن اعرف اسمك لو سمحتي؟ رهف بارتان، انسة رهف. ممكن تعطينا عنوانك لانه ضروري نشوفك؟ اجاني خط تاني، انتظري معي شوي لو سمحتي. انسة رهف شو العنوان؟ لا شو تسكري بس. الو سكرت الخط، قال اجاها خط تاني. حبيبتي ليش هيك تليفونك مشغول؟ من البنك؟ عم يتغلظوا عليك كتير ما؟ لو بتعرفي يا عمري قديش اشتقتلك عن جد، الحياة بدونك صعبة كتير، ما بقي غير شوي يا عمري، بس اصبري علي هالفترة. شو بدنا نعمل؟ شو صار هلا؟ ولا شي، المهم عرفنا شو اسم الخانم، رهف بارتان.
الحب الحقيقي لسيد فؤاد. هنن بدهم يرجعوا لبعض وأنا بدي أرجع لأحسان. رح أهدم كل الحواجز اللي قدام هالحب. وشو كان رأيهم؟ قالوا له يا جلالة الملك أنت بتحب التنتين، بس خبرنا أي واحدة بيناتهم بتحبك عن جد؟ اللي هلأ أنت بتختار يلي بتحبك أكتر ولا اللي أنت بتحبه؟ وأنا بهيك موقف شو بدي أختار؟ أي واحدة بيناتهم أختار؟ يلي بتحبني ولا بختار يلي أنا بحبه؟ ما بعرف، سؤال صعب كتير. والملك كمان هيك قال، أنا بحبهم اتنيناتهم بس كيف بدي أعرف أي واحدة منهم بتحبني أكثر؟ طيب شو أعمل؟ قالوا له المستشارين يا جلالة الملك إذا بدك تعرف مين اللي بتحبك ومين اللي ما بتحبك لازم تختبرهم. وبعدين؟ وبعدين قال المستشار جيبهم لعنا بس لا تتدخل أبدا. ولما أجوا البنات كذب عليهم وقال لهم أنه الملك رح يموت بوقت قريب كتير ولازم هذا السر ما يعرفوا حدا بالمملكة كله لأنه رح يعمل فوضى بين الشعب. طيب والبنات شو عملوا؟ البنات صاروا يبكوا ومن كتر ما انقهروا على الملك وبكيوا عليه صار ينزل من عيونهم بدل دموع دم. ما عرفت ليش المستشارين كذبوا هيك كذبة عليهم؟ قلتك شو هو أصعب شعور ممكن الواحد يمرق فيه بحياته كلها؟ إنه الواحد يفقد حدا بيحبه. ها وهذا كان قصدهم، ما دام البنتين بيحبوا الملك مين بيناتهم رح تواجه الموقف؟ اللي بتقول انها بتحبه وبتبكي دمع اللي صار ولا اللي بتكون جاهزة لحتى تعمل اي شي بتقدر عليه مشان تحاول انها تنقذ الملك وتحميه من الموت؟ يعني بالمختصر حرية مجد وخلاصه رح تكون بايدك انت بس يا أليس. صح، بالنهاية لما صارت الحادثة كنتي موجودة. صحيح وردة ما وقعت قدامك بس وقتك كنت هنيك وهالإفادة رح تساعد مجد. بس يا مروة هالحكي مو مزبوط وفعلاً ما بعرف شو صار جوا. طيب أنا متأكد من كل الكلام يلي حكالي يا مجد، يعني شهادتك ما رح تكون كاذبة وبكفي إنك تعملي حالك شفتي الحادثة. أنا بعرف ما بتوثقي فيه مشان وردة بس وضعه محرج كتير ويمكن حياته تكون بإيدك هلأ. فكري منيح. تعرفي أنا بالنسبة لإلي يا أولاد إجا أبوكم وهو تحت عم يستناكم. طيب خالي هاجر رح ننزل فورا. يلا لكان بلا ما نتأخر عليهم بعدين منكمل حكي. ساندي طيب مو ساندي بالنسبة لإلك مثل مثل أي بنت؟ إيه إذا راحت بيجي حدا بدالها. أول مرة بحياتي بحس إني مرتاحة بمكان ومشان هيك أنت بتستحق كل الشكر والحب. خاطرك الله عليك يا ساندي. حبيبي سميح انت ما بتعرف انه هدول البنات اللي مثل ساندي كلياتهم مثل بعضهم؟ شو هالمسخرة هي؟ قال حست حالة مرتاحة لأول مرة. ألو بدي أسأل أول طيارة طالعة لأزمير اليوم إمتى؟ بعد شي ساعة؟ طيب شكرا. المفروض أحكي معها قبل ما تروح وودعها. عيب مو حلو إني طنشها. عن جد مو حلوة. لا أكيد مو حلوة والله مو حلوة. البنات ما ضل بعيونهم ولا دمعة راحوا لغرفتهم والملك صار يستنى بحيرة شو بده يصير ويراقب هو ومستشارينه كل واحدة فيهم شو بدها تساوي. والبنات شو عملوا وقتها؟ لك شو بده يساوي البنات؟ ضلوا فترة طويلة بغرفتهم عم يتفتلوا. بعدين لك ابني قدام الموت مين بيقدر يساوي شي؟ مين بيقدر يوقف قدام الحقيقة؟ على كلين البنات طلعوا من غرفتهم بالنهاية وراحوا لعند المستشار. قام سأل أول بنت إجت قولي لشوف شو بدك تساوي. إيه وشو قالت؟ إيه روق شوي ليه بصلتك محروقة؟ إذا عرفت نهايتها من الأول بضل الله طعمة يعني. ماشي
قالت البنات أنا بدي انتحر، إذا بده يموت ويتركني لحالي الموت أحسن. وشو صار؟ هو قال لا مبروك سيد رمزي إفراج. مبروك الإفراج. الله يبارك بعمرك عقبال ما يفرجوا عنك. بس كملي قبل ما تطلع، آخر الحكاية شو بيصير؟ الملك أي بنت بيختار؟ بصراحة أنت اللي لازم تعرف يا ابني. السلام عليكم. وهلأ بدي كل واحد منكم يحكي لي القصة بأدق تفاصيلها وبالضبط شو اللي صار. شوفوا اللي بدكم تحكوه هلأ كتير رح يكون مهم. إذا كان مجد له دخل بالحادث اللي صار مع وردي رح ياخد جزاؤه، وخاصة إذا وردي صار له شيء. لا بكري لا تقول هيك دكتور. نحن مروة استني شوي لحظة. أليس بظن أنك الوحيدة اللي شفتي كل شي صار هديك. مزبوط ديلة. دكتور اللي بدك تقوليه هلأ كتير مهم. مجد هو السبب بالحادث اللي صار لوردي؟ طيب قبل ما تجاوبي لازم تفكري منيح اللي رح تقولي كتير مهم. هو بصراحة أنا بدي بس كلمة واحدة، وردة وقعت لحالة شي ولا مجد هو اللي دفشة؟ بابا أنت لا تتدخل أوس. أليس أنا شفتها وقت وقعت. وردة فقدت توازنها ووقعت. مجد ما دفش أبداً.